خلفاء الله في الأرض وجنوده من الأساتذة المحامين. إن الله سبحانه وتعالى حين قال لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، إنما اجتباكم لتكونوا أنتم جند الله في الأرض وخلفائه، وأنه اختصكم سبحانه وتعالى بالدفاع عن هؤلاء القوم جميعا، كل من في الأرض من خلائق، إنما جعل الله سبحانه وتعالى المحامي ليدافع له، وجعل رسالتكم رسالة إلهية، فإنه سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وسبحانه وتعالى حين ألقى بهذه الأمانة عليكم لم يترككم سدى، إنما وضح لكم أسس الحكم وأسس العمل، فبين لكم كافة الأحكام والقواعد والقوانين والعقود في كتبه، ثم بين لكم سبحانه وتعالى طريق الدفاع، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أو يكون عليهم وكيلا. هذا صراط مستقيم وضحه الحق تبارك وتعالى لكل محام رفع لواء الدفاع. اختصكم بأن تحافظوا على العدل، اختصكم بأن تحافظوا على الرحمة، اختصكم سبحانه وتعالى بأن تدافعوا عن الناس عن الخلق جميعا، سواء كان إنسا أو كان غير ذلك، فهناك الأقسام وهناك الجماعات والجمعيات التي تدافع عن غير الإنسان. وبين لكم سبحانه وتعالى في الإجراءات الجنائية والعقوبات، وأنه سبحانه وتعالى وضح لكم كيف تكون الدعوة الكيدية وكيف يكون الاتهام الكيدي، ووضح ذلك في سورة يوسف التي تضمنت 13 نوعاً من أنواع القانون، ومنها قانون لم يعرفه العالم إلا في السطر الأول من عام من القرن 19، وهو القانون الدولي الخاص. حين شاء صلى الله عليه وسلم أن يكتبي إليه أخوه بنيامين، فقال صلى الله عليه وسلم حين سألوه حين شاءوا أن يأخذوه منه بأنه اتهم بالسرقة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما جزاؤه؟ قال: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. ذلكم أن يوسف صلى الله عليه وسلم كان من الشام من الفينيقيين، وكان قانون الفينيقيين العقوبات إنما إذا سرق الإنسان فإنه يكون عبداً عند من سرقه، وكان قانون العقوبات الفرعوني المصري في هذا الأونة إنما كان يتناول أمور كثيرة، منها إذا ما سرق المصري مصري فإنه يسجن، وإذا ما سرق المصري الأجنبي فإنه يعزر، وإذا ما سرق الأجنبي المصري فإنه يقتل. إذا الأجنبي سرق المصري فإنه يقتل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم يوسف لإخوته: ما جزاؤه؟ فأنطقهم، فطبق عليه قانون الجنسية ولم يطبق عليه قانون البلد، لأنه قال الحق تبارك وتعالى: ما كان ليوسف ليأخذ أخاه في دين الملك، ولكن هذا. وأوضح لكم أيضا سبحانه وتعالى هذا الأمر الخطير في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، حين جاء إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم بقميصه وعليه دم، فقال صلى الله عليه وسلم، فقف يعقوب لما أمسك بهذا القميص وقال: ما أحلم هذا القميص، هذا الذئب الذي يأكل ابني ولا يمزق قميصه. وهذا دليل من أدلة الإثبات في الإجراءات الجنائية. وأمر آخر لم تفطنوا إليه، ألا وأنه وجد عليه دم عبيط، ذلكم الدم ليس دم إنسان، وهو علم الطب الشرعي موجود عندنا. وأيضا أوضح لكم الدعوة الكيدية والاتهام الكيدي، ذلكم أن تلكم امرأة العزيز التي حين وجدت سيدها لدى الباب قالت: أنه راودني عن نفسي، ما جزاء من أراد بأهلك سوء؟
فقال شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فصدق وهي من الكاذبين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فأوضح لنا هذا الذي نقول به دوما، إنما هذه الدعوة كيدية. ثم إنه صلى الله سبحانه وتعالى ما تركنا هكذا، ولكن أيضا وضح لنا كيف نستمع للدعوة وكيف نحقق الدعوة، من أنه جاء به داود صلى الله عليه وسلم فجعله يفتتن، فاستمع لمن اشتكى ولم يستمع للآخر، فظن داود أن فتناه فخر ساجدا لله سبحانه وتعالى. ثم إنه سبحانه وتعالى أيضا فيما نقول فيه بالتحريات أول مخبر سري، أول مصدر سري موجود في التاريخ كله هو الهدهد الذي جاء لسليمان فقال إني وجدت امرأة تملكها وأنهم لا يعبدون الله. ماذا قال سليمان صلى الله عليه وسلم؟ هل تركه؟ هل أصدر إذنا بالضبط والإحضار على مجرد الكلام؟ أبدا، إنما قال له سننظر أكذبت أم كنت من الصادقين، اذهب بكتابي هذا. فأجرى سليمان صلى الله عليه وسلم تحقيقا لذلك المصدر السري لكي يستوثق من حكم مما جاء به من بينة. هكذا يا عباد الله، تجد أن الحق تبارك وتعالى حين ألقى إلى في أعناقكم أمانة الدفاع ومقاتلة الظالم ونصرة المظلوم وأن تقفوا معه، فإن مهنتكم ليست مهنة، إنما هي رسالة ربانية، رسالة إلهية يقوم الحق تبارك وتعالى بنفسه فيها سبحانه وتعالى. فدافع عن رسله جميعا الذين رموهم بالكذب أو رموهم بالسحر أو رموهم بالكهانة أو بأو أو أو، فدافع عن رسله جميعا، ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفى عنه أن يكون شاعرا، ونفى عنه أن يكون كاهنا، ونفى عنه أن يكون ساحرا، ونفى عنه أن يكون يتلقاه من غير ذلك، فقال فيه إنه رسول كريم، إنه لقول رسول كريم مطاع ثم أمين. ثم صلى سبحانه وتعالى أثنى عليه صلى الله عليه وسلم فقال له يا أيها النبي إنا جعلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نتولى هذه الرسالة وأن نؤديها إلى الله سبحانه وتعالى، ويلقانا وقد رضي عنا في أدائنا لهذه المهنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.